ايه تمام كده. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ والفيديو بتاع النهارده فيديو مميز جدا. طبعا انتوا عارفين ان انا موبايلي الاساسي حاليا بقى سامسونج اس 20 بلس، وبعد معاناه مع الواجهه الجديده، مش معنى كده ان هي وحشه ولكن هي مليئه بالمميزات. فالفيديو بتاع النهارده 20 ميزه مخفيه في واجهه سامسونج الوان يو اي. ممكن تلاقي معظم المميزات او 90% من المميزات دي موجوده في كل هواتف سامسونج، فكمل معايا الفيديو للاخر. وبعضها كل حاجه قليله كده بسيطه هي مخصصه لسلسله الاس وسلسله النوت. فالفيديو بتاع النهارده هيبقى فيديو لذيذ جدا ولطيف. فقبل بقى ما ننغمس في المميزات الكتير اللي موجوده في الموبايل ده، تنزل كده من تحت الفيديو تعمل لايك جميل، تعمل سبسكرايب، تفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا انزله. وحابب افكركم ان احنا عاملين جيف اواي قيمه جدا، السحب بتاعها هيبقى عند 220,000 او من نوصل 220,000 هنعمل السحب العشوائي مباشره. لينك الاشتراك في الديسكربشن تحت الفيديو. طبعا زي ما احنا متعودين هيبقى الريكوردر او السكرين ريكوردر هيبقى ظاهر على الناحيه دي. ويلا بينا نبدا. واول ميزه او اول كاستمايزيشن او اول تعديل بتفتحه لك واجهه سامسونج هو تطبيق وان هاند اوبريشن بلس. ده بيضيف لك، احنا خلاص متعودين ان انت تسحب من على الشمال كده تعمل باك، وتسحب على اليمين تعمل باك، ومن تحت كده تسحب فوق عشان تفتح الريسنت، والكلام ده كله تمام، كل الكلام ده احنا عارفينه. ولكن اللي اكتشفته مؤخرا ان واجهه سامسونج بتدي لك كميه كبيره قوي من التعديلات وسايبه لك الدنيا كده، بص عدل زي ما انت عايز. فالتطبيق ده هسيب اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت الفيديو. هو تطبيق رسمي من سامسونج موجود على البلاي ستور وموجود على الجالاكسي ستور. مجرد ما تحمل التطبيق وتفعله بيدي لك امكانيه انك تعدل كل حاجه في الايماءات اللي انت عاملها. طبعا الكلام ده ما ينطبقش على الناس اللي سايبه النافيجيشن بار او شريط التنقل تحت، لازم تبقى مفعل الايماءات الجديده بتاعت اندرويد 10. ويعني بيسيب لك بقى مسافه ان انت مثلا ايه تقدر تحط في كل حركه، بما ان شاشه الموبايل كبيره كل ايماء تقدر تعمل منه 3 اختصارات. فلو سحبت لفوق كده تقدر تعمل اختصار، يعني لو عملت ايماء لفوق، لو عملت اختصار لتحت انا عامل مثلا ان هو يفتح لي شريط الاشعارات، لو سحبت لتحت كتير يفتح لي شريط الاختصارات. فدي مثلا ميزه. لو فضلت ساحب كاني بعمل باك بس لفتره اطول هيعمل سكرين شوت. فحركات لذيذه جدا، وتقدر تخصص كل واحده من دول في كل ناحيه، يعني اليمين حاجه والشمال حاجه ثانيه، وعندك عدد كبير جدا من الاختصارات تقدر تعملها. والمميز ان الموضوع رسمي من سامسونج، فالتطبيق ده ما بياخدش اي حاجه من البطاريه، وتطبيق مميز جدا اتمنى ان انتم تجربوه. الموضوع كله لذيذ جدا، والتطبيق اللينك بتاعه في الديسكربشن تحت الفيديو. نروح لتاني ميزه في الواجهه وهي الايدج بانل. الايدج بانل دي تقدر ان انت تفعلها عن طريق انت تخش على السيتنجز، وبعد كده تخش على ديسبلاي، تنزل لتحت هتلاقي ايدج سكرين، كده هتلاقي الايدج بانل. الايدج بانل كل اللي بتعمله ان انت بتسحب من على الشمال كده بتلاقي قايمه فيها اختصارات كتير جدا انت اللي بتبقى بتحددها. فدي مثلا قايمه للسكرين شوتس، وهشرح لكم بتعمل ايه بالظبط. ودي قايمه للناس او الكونتاكتس اللي انت عايز توصلها بشكل سريع، وقايمه ثانيه بتوضح لك بقى الطقس والكلام ده كله. بص في يعني في قوائم كتير جدا انت ممكن تحددها، والابلكيشن او الواجهه بتقدم لك في الجالاكسي ستور بقى انت تقدر تحمل كتير جدا. يعني انا محمل حاجات كتير قوي اقدر افعلها واقدر اشيلها، اقدر اعملها ديليت، اقدر اعمل انستول لحاجات جديده، اقدر اخصص زي ما انا عايز، وكل حاجه هنا قابله للتخصيص. يعني اقدر اعدل كل حاجه انا عايزها، اضيف تطبيقات جديده، الغي تطبيقات، الكلام ده كله، وكذلك للاختصارات دي. بالاضافه لان القايمه بتاعه اختصارات السكرين شوت تقدر تعمل منها سكرين شوت لجزء مخصص من الشاشه، جزء معين. وبالاضافه للموضوع ذكي شويه، فلو انت مثلا فاتح فيسبوك او يوتيوب او اي حاجه بيعمل سكرين للجزئيه اللي فيها الميديا مش الكلام، يعني لو جزء من فيديو بوست معين عايز تعمله سكرين شوت هو بيحدده اوتوماتيك. بالاضافه لان انت تقدر تعمل جيف متحركه، تقدر تدوس على اختصار الانيميشن، تقدر تحدد جزء معين من الشاشه، تقدر تعمل له ريكورد هاي كواليتي، بتبقى جيف بقى لو انت واحد بتحب الميمز بقى والكلام ده كله، او عايز تعمل ريكورد لجزئيه معينه من الشاشه سكرين ريكوردر، فهيبقى مميز جدا. تالت ميزه في واجهه سامسونج وهي الزرار بتاع الباور. زرار الباور هنا قابل للتخصيص انك تعمل فيه اي حاجه. طبعا اول ما تطلع الموبايل من العلبه بيبقى الزرار ده لما تدوس دوسه طويله بيفتح لك بيكسبي، ودي حاجه ملهاش اي 30 لازمه. يعني احنا عندنا جوجل اسيستنت، فمش عارف هل في حد بيستخدم بيكسبي ولا لا، ولكن هي ليها ميزه هنقولها في ميزه من المميزات اللي جايه. ولكن انا بقى عدلت ان انت زرار الباور دوسه طويله تقدر ان انت تخليه ان هو زرار باور عادي خالص، يفتح لك قائمه الباور اوف والريستارت والكلام ده كله. بالاضافه ان انت تقدر تخصص كل حاجه، فانت عندك السايد كي سيتنجز تحت تقدر من خلالها تختار هل انت عايز ايه. لما مثلا لما تدوس ضغطتين متتاليين على زرار الباور، انا مختار ان انا ضغطتين يفتحوا الكاميرا، فحاجه ممتازه جدا. تقدر انت برضو تختار اي ابلكيشن تاني او اي اختصار تاني، وتقدر ضغطه طويله على زرار الباور تعمل ايه، عايز ان هي تفتح بيكسبي ولا عايز ان هي تفتح القائمه بتاعه الباور منيو. انا بختار الباور منيو او قائمه
الباور عشان دي الطبيعي انها تبقى موجوده. حاجه كمان عجبتني في واجهه سامسونج وهي التحكم في الميديا. فانا مثلا جوه البلوتوث مثلا عامل كونكت على سبيكر، السبيكر اللي ورايا ده، فدلوقتي انت لو جيت شغلت حاجه طبيعي هتشتغل على سبيكر اوتوماتيك، مش هتقدر تتحكم في حاجه. فمثلا هنشغل الميوزك دي على السبيكر اللي ورايا. طب انا مش عايز الميوزك تبقى شغاله على السبيكر اللي ورايا، عايزها تبقى شغاله على الموبايل نفسه، فالميوزك هتبقى شغاله كده، وهطلع لشريط الاشعارات واختار قائمه ميديا واختار منها ان انا عايز على ماي فون. كده الميوزك اشتغلت على التليفون نفسه، اقدر انقلها برضو تشتغل على السبيكر اللي ورايا. ف الموضوع لذيذ جدا، تقدر تتحكم فيه بكل سهوله، بالاضافه ان انت يعني تقدر تعمل شورتس لابلكيشنز بتاعه الميوزك اللي شغال فيها، عايز تحط يوتيوب، يوتيوب ميوزك، الكلام ده كله. فقائمه ممتازه جدا وبتقدم لك تخصيصات كتير قوي للناس اللي بتحب يعني فاهم، اشغل شويه على سبيكر ارجع اشغل تاني على التليفون. فالموضوع لذيذ جدا هنا. بجانب القائمه بتاعه الميديا فوق في شريط الاشعارات، فانت عندك قائمه ديفايسز، دي بتظهر لك كل الاجهزه اللي انت عامل لها كونكت او اللي انت متصل معاها. فانا مثلا انا في الاستوديو عندي سماعتين وعندي جهازين لابتوب بي سي وعندي السبيكر، فهو مجهزهم لك كلهم في حته واحده تتحكم فيهم كلهم مره واحده. لو في شاشه من سامسونج ولا في الكلام ده كله، هو بيجمع لك كل الحاجات دي في حته واحده عشان تقدر تتحكم فيها مباشره من الاختصار بتاع ديفايسز اللي موجود في شريط الاشعارات. ناس كتير ومنهم انا اللي ما بيستخدموش موبايل سامسونج كتير، لما جبت الموبايل ما كانش فيه نسبه البطاريه وكانت الاشعارات كلها ما بتظهرليش، فكان الموضوع عامل لي مشكله. اكتشفت ان انت عن طريق ان انت تنزل قائمه الادوات وتدوس على الثلاث نقط وتدوس على الستيتس بار تختار انت عايز ايه بالظبط. فانا مثلا عايز عدد الاشعارات بس هو اللي يظهر لي فوق، مش عايز الاشعارات كلها تظهر لي، عايز اكتر ثلاث اشعارات مهمين، عايز كل النوتيفيكيشنز او كل الاشعارات تظهر لي. فدي حاجه ممتازه جدا انت تقدر تعملها. ممكن تخفي اصلا النوتيفيكيشنز ايكونز لو انت مش عايز الايكونز اصلا تظهر لك من الاساس، وتقدر انت تختار شو باتري برسنتج، ان انت تختار ان نسبه البطاريه تظهر لك في شريط الاشعارات. دي ما بتبقاش متفعله اوتوماتيك، انت بتفعلها بعد ما تفتح التليفون. نسيبنا بقى من القوائم ونفتح الابلكيشن بتاع الكاميرا. دلوقتي انا جوه ابلكيشن الكاميرا، والله انا باخد دلوقتي سيلفي فايدي مش هتوصل، او بصور بالعرض كده فايدي مش هتوصل للزرار بتاع الشاتر. اقدر ان انا اخد زرار الشاتر واحطه في اي مكان انا عايزه، بحيث ان انا كده واقف كده وبدوس على زرار الشاتر على طول، فموضوع لذيذ جدا. اقدر احركه في المكان اللي انا عايزه واحطه في الجزئيه اللي انا عايزها من الشاشه، تبقى سهل ان انا اوصل لها بايدي. طيب دي ميزه ممتازه جدا، اقدر ارجعه بعد ما اخلص بالشكل ده، فحركه ممتازه جدا من سامسونج. بالاضافه ان انت تقدر ان انت لو دوست دوسه طويله ان انت تسجل فيديو دوسه طويله كده. انا بسجل فيديو، لو انا بسجل حاجه مثلا مشهد ظهر قدامي على طول، مش لازم اخش على قائمه الفيديو واسجل، لا على طول بتسجل فيديو، مجرد ما بتشيل ايدك زي انستجرام كده بيروح شايل او بيعمل ايقاف لتسجيل الفيديو. حركه برضو لطيفه ان انت لو بقى سحبت لتحت هيبتدي يصور صور متتابعه، يبتدي يصور صور كتير ورا بعض، وانت بقى من جوه الجاليري بقى تخش تختار الصوره اللي عجبك. طبعا انا قافل الظهر او قافل الكاميرا، الكفر ده من نيلكن ممتاز جدا بيحمي الكاميرات بتاعه الموبايل. تقدر من جوه بقى تختار، انا مصور حوالي 10 صور، وتقدر ان انت تحددهم كلهم وتمسحهم مره واحده. ففيتشرز جوه الكاميرا ممتازه جدا، انا شايف ان يعني الابلكيشن بتاع الكاميرا بتاع سامسونج مميز جدا. بالاضافه للناس اللي بتبقى محتاس ان انا لازم ارجع اخش جوه قائمه مش عارف ايه عشان اظهر، انت عندك الاختصارات اهي، حابب ان انت تحط مثلا سلو موشن تدوس عليه وتحطه ضمن الاختصارات اللي انت بتستخدمها مش بتستخدمه عشان الزحمه، برضو دوسه وتروح شايله وحاطه في قائمه الاذرز او مور. فحاجه ممتازه جدا في الابلكيشن بتاع الكاميرا ده. بالاضافه لميزه عجبتني جدا وهي ماي فلترز. ماي فلترز دي كل اللي بتعمله ان انت ممكن تطلع فلتر، يعني تطلع تجيب صوره عجبك الالوان بتاعتها وتروح مدخلها، فالموبايل ياخد الفلتر بتاعها ويخليك تصور بنفس الفلتر او يضيفه، تقدر تعمل ايديت بعد كده. فانا مثلا ولنكن عجباني صوره ما، فاخش مثلا واختار انا عجباني الوان الصوره دي، فالابلكيشن هياخد الالوان بتاعت الصوره دي ويخليها هي الالوان، يعني نفس اللون الازرق، نفس اللون الاخضر، نفس اللون مش عارف ايه، فبيعمل لك فلتر كده كانك فاتح برنامج فيسكو مثلا او بتعمل ايديت سريع للصوره بتاعتك. فميزه ممتازه جدا في الابلكيشن بتاع الكاميرا من سامسونج. بالاضافه ان انت جوه الابلكيشن بتاع سامسونج مش محتاج تخرج اصلا، فلو انت عايز تعمل ايديت لصوره، الصوره دي مثلا دوست على زرار الايديت واخترت فلتر، هتلاقي فلاتر كتير جدا تقدر تختار ما بينها، ويعني فلاتر جباره قوي، فلاتر فعليا اغنتني ان انا ارجع افتح ابلكيشن فيسكو او افتح مثلا سناب سيد او الحاجات دي كلها، وعندك تعديل كامل على الصوره بتاعتك. بالاضافه انت ممكن تخش على الستور، انا دلوقتي اوف لاين، تقدر تحمل كميه فلاتر اضافيه جباره جدا. فسامسونج عامله لك دنيا، بص تحس ان انت عندك اندرويد وعندك اي او اس
وعندك الوان يو اي بتاعت سامسونج، دنيا تانية مختلفة خالص. ميزة مهمة جدا في الموبايل، ولكن زي ما هي ميزة هي عيب، وهي انا دلوقتي بتكلم على سلسلة الاس وسلسلة النوت دلوقتي، وهي ان انت عندك 120 هرتز، يعني تقدر تستخدم 120 هرتز الحركة تبقى سلسة جدا. طيب انا لو استخدمت 120 هرتز ايه اللي هيحصل؟ اول حاجة الموبايل هيسفح البطارية، 120 هرتز بتدمر البطارية مع ان انت بشغل القدرة الكاملة بتاعت المعالج، فالبطارية بتخلص معاك بالظبط في 4 ساعات سكرين اون تايم، يعني الموبايل بيكمل معاك نص اليوم بالعافية. طيب دي مشكلة، في يعني في حركه بتحل الموضوع، ان انت تفتح الباور سيفنج مود، يعني عندك باور سيفنج مود كتير قوي تقدر تختار ما بينهم الميزه او الوضع اللي يريحك، ولكن مشكلة انت بتفتح الباور سيفنج مود بيقفل لك ال 120 هرتز وبتضطر تستخدم ال 60 هرتز. طيب انا عايز، انا خلاص ضحيت بالاداء الكامل بتاع الموبايل، انا عايز اخد ال 120 هرتز. في هنا بقى حركه وتريكات بتتعمل، وهي عن طريق بيكسبي، وسامسونج حاطه لك حاجه هنا اسمها بيكسبي روتين. بيكسبي روتين ده حاجة زي التاسك مانجر، ان انت بتقول للموبايل لو انا فتحت كذا تعمل لي الامر الفلاني. هنشوف دلوقتي لو دخلت على السيرش وكتبت بيكسبي، فدلوقتي هيظهر لي بيكسبي روتين، افتحها واختار بيكسبي قائمة بيكسبي روتين، واخش على ماي روتينز. انا دلوقتي عامل روتينين، عامل تو روتينز او وضعين جاهزين، ان انا مثلا الباور سيفنج مود 120. طبعا لو جيت عملت المود ده تاني بدوس على اد، بيقول لي هنا اف لو انت عملت كذا، فبنزل لتحت خالص وبختار ستارت بوتوم، تمام، وبدوس نيكست زين، وبعد كده بختار ان انا عايز ان هو يفتح لي الميديم باور سيفنج مود. طيب ميديم باور سيفنج مود هنا لو انا فتحته اخترته كده، لو انا فعلت الباور سيفنج مود اصلا اوتوماتيك من جوه الموبايل هيقفل لي ال 120 هرتز، ولكن انا عملت الموضوع ده وقلت له خلاص تمام، وقلت له خلاص انا كده كده عامل الاوبشن ده قبل كده، وقلت له حطه لي في القائمه الرئيسيه. بمجرد ما بفتح الوضع من هنا بدوس بس على القائمه دي بيفتح لي الباور سيفنج مود، يعني دلوقتي مشغل باور سيفنج مود، بيوفر معايا جدا في البطاريه، الموبايل بيكمل يوم كامل، بالاضافه ان انا عندي لو دخلت على الاعدادات هتلاقوا ان انا عندي ال 120 هرتز شغالين. طبعا دي تركايه، يعني ده مش الطبيعي اللي يحصل، ولكن دي تركايه انك توفر في البطاريه وتستفيد من سلاسه الموبايل للناس اللي عندها ال 120 هرتز في الموبايلات بتاعتها. حاجه برده ثانيه او روتين ثاني انا عامله في بيكسبي روتينز، وهو ان اصلا يوتيوب ما بيستفدش من 120 هرتز، يوتيوب اول ما بتفتحه هو بيستهلك 60 هرتز بس، فانت بتستهلك بالبطاريه على الفاضي. فانا عامل روتين هنا ان انا برضو عامل اف لو انا فتحت ابلكيشن يوتيوب ان هو يشغل لي 60 هرتز بس على كواليتي فول اتش دي، فدي حاجه ممتاز جدا. ممكن تعملها ان هو يبقى 60 هرتز بس على كواليتي كواد اتش دي او 4K، فتبقى استفدت بال 4K مع 60 هرتز، تبقى قللت من استهلاك البطاريه برضو. ويعني بيكسبي روتينز ممكن تظبط بيه حاجات كتير جدا، ان انت لو فتحت مثلا برنامج يقلل البرايتنس، فتحت مش عارف ايه يطفي الصوت. بص في تريكات كده كتير كده تقدر تعيش بقى وتتعايش معاها في البيكسبي روتين. اخر ميزه بقى واللي طالع بيها اليوزرز بتوع الايفون او اليوزرز بتوع الاي او اس السما، وهي الفلوتينج ويندو، ان انت يبقى عندك فلوتينج ويندو كده اول ما حد يتصل بيك، البوب اب بتاعه الكول كول يو اي، فتقدر تخش على الابلكيشن بتاع الفون والثلاث شرط دول وتدوس سيتنجز وتخش على قائمه اسمها كول ديسبلاي وين يوزنج ابس. طول ما انت بتستخدم تطبيقات او فاتح الشاشه وبتقلب فيها، اي حد يرن عليك هيظهر لك الكول بتاعتك بالشكل ده، تقدر تختار ان انت تخليها فول سكرين يجي لك مكالمه كامله، تقدر تختار ان يبقى عندك بوب اب بالشكل ده، او تبقى ميني بوب اب تفضل قائمه صغيره، او ممكن تخلي ومجرد ما بترد بيروح فاتح لك القائمه الكبيره تاني. طيب انا عايز ان انت طالما رديته في ميني بوب اب او في بوب اب العاديه الطبيعيه دي، تقدر تخليه انه حتى لما رد تفضل بالمنظر ده وانت تكمل سكرولنج في الموبايل بتاعك. فميزه ممتازه جدا، يعني متعود عليها خلاص في الاندرويد. دي كانت كل حاجه ودي كل المميزات انا حبيت اقولها لكم النهارده. عارف الموضوع ممكن يكون مطول، عارف ان انت مستخدم معاك موبايل سامسونج في الفئه المتوسطه مثلا، معظم المميزات دي ممكن ما تكونش عندك، ومعظمها الثاني هيبقى عندك جزء كبير منها، ولكن انا حبيت ان انا انقل لكم كل المميزات اللي لقيتها في واجهه سامسونج لحد دلوقتي. طبعا مع الابديت الجديد بتاع الوان يو اي 3 هتلاقي تحديثات وابديتس او كاستمايزيشنز وتعديلات اكتر برده هشارككم بيها لو حابين نعمل الموضوع ده. وبس كده، دي كانت كل حاجه في الفيديو بتاع النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، لو عندكم اي اسئله او استفسارات اكتبوها في كومنت تحت الفيديو ده، ما تنساش كده اللايك الجميل تحت الفيديو، تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يوصلك اشعار بكل فيديو جديد انا هنزله. كان معاكم عبد الرحمن الهواري، اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.